قضايا سياسية، لكن هذا هو وضع زملائنا في اليمن، كما هو وضع الزملاء أيضا في سوريا. نحن سواء اتحاد الصحفيين العرب أو أي تقرير صدر هذا العام لا يستطيع تحديد هوية القاتل. الكل يقتل في الصحفيين، الصحفي في الميدان، هناك منظمات مسلحة، هناك جيوش، هناك جهات غير معروفة يتعرض الصحفي من خلالها إلى القتل والتعذيب والتشريد. كنا نتعامل دائما مع حكومات ونخاطب وزراء إعلام حتى نعيد النظر في التشريعات الناظمة للحريات الصحفية، لكن الآن كل البيانات التي تصدر بدءا في الأمم المتحدة وانتهاء في اتحاد الصحفيين العرب هي مناشدة لجهات غير معلومة وغير معروفة. هل أخاطب داعش، جبهة النصرة، جيش الإسلام، داعش في ليبيا، داعش في سوريا، القاعدة في اليمن؟ لذلك الوضع مأساوي للغاية. حتى لا نكون متفائلين، وأنا لست متفائلا حتى للسنوات القادمة في هذا الموضوع وهو الإرهاب المسلح، لكن الجانب الآخر وهو الإرهاب الفكري، أن بعض الدول العربية للأسف من خلال وجود الإرهاب أصدرت تشريعات تحت عنوان الإرهاب للحماية، أيضا أساءت للصحفيين وحدت من حرية الصحفيين، وهذه معاناة أخرى يتعرض لها الزملاء في عدد وليس في كل الدول، لكن حسب التقرير من إيديكو تستطيع أن تعرفوا أين المؤشر يتجه بهذا الاتجاه. نحن حاولنا ونحاول باتحاد الصحفيين العرب كأي منظمة من المنظمات التي ترعى أو تراقب الفضاء أو تمنع فضائية ما، هذا الكلام الآن انتهى في العالم، التكنولوجيا تجاوزتنا وإحنا بعدنا بنفكر كيف نمنع كتاب من دخول مطار، بيعرفوش أنه على الجهاز أي طفل يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب من خلال دخوله على أي موقع كان من مواقع التواصل الاجتماعي أو على جوجل، عمو جوجل اللي نسميه لأنه عمو وصل كل شيء. على أي حال، هذه التقارير بين إيدينا أيضا موجودة في المحور الأول. المحور الثاني رؤية المنظمات الدولية، المقارنة بين رؤية المنظمات الدولية والمنظمات العربية في فرق كبير. نحن نتستر في العالم العربي وكأنها فضيحة إذا قلنا إنه في الأردن أو في مصر، أو أنا ذكرت الأردن حتى لا يقال إنه لأنها بلدي تتحملوني، كان معيب أن تقول أنني سجنت صحفي أو اعتقلت صحفي. القضاء ليس معيب، لكن العيب في التشريعات التي يعتقل الصحفي من خلالها. نحن مع القضاء، تحول القضايا إلى القضاء، هذا وضع طبيعي. الصحفي ليس محصن أصلا، والصحفي بشر يخطئ ويصيب، هذا وضع طبيعي. لكن للأسف أن الحكومات العربية لا زالت تهاب هذه المنظمات والدكاكين الدولية. أنا متأسف جدا أقول لك، لكن هذه الدكاكين